فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ الأمر الأول ما تفضلتم به حفظكم الله من أن النصارى والمشركين كفار وهم شر البرية خالدين في عذاب جهنم، وبين الأمر الثاني وهو قوله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الآية، إلى أن قال: ولتجدن أقربهم مودة. هذا اللي آمن أكمل الآيات يا أخي. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا، انتبه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا. آمنا بمن؟ بهذا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء هم الذين أقرب الناس مودة إلى المؤمنين الذين آمنوا من أهل الكتاب. أما من لم يؤمنوا فهم أشد الناس عداوة. الآن تشوفون عداوة النصارى للمسلمين وكيف يقنعون بالمسلمين، هذه خاصة بالذين آمنوا من أهل الكتاب. أنت ما تكمل الآيات يا أخواننا، قلتكم كم مرة لا تأخذون بعض الآية وتقطعون الباقي. أكملوا الآية أو الآيات المترابط بعضها ببعض، اعرف السياق، لا بد من هذا. نعم، ما واحد يقطع بعض الآية يقول هذا دليل، لا يجوز. نعم.